ونبلوكم بالشر والخير فتنة. صحيح، هذا كثير من الناس لا يدركه، يظن أن البلاء فقط بالشر، بالفقر، بالأمراض، بالضعف، وليس الأمر كذلك، بل قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولين ترجعون، وقال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالإنسان مبتلى، النعم يبتليك الله بها، والنقم يبتليك الله بها، الصحة بلاء، والمرض بلاء، الولد بلاء، العقم بلاء. فكل ما يؤتيك الله عز وجل اعرف انه ابتلاك به، تشكر ام تكفر. واي الامرين اصعب؟ عاده ترى الابتلاء بالنعم اصعب، لان غالب الناس ما ينتبه. يعني الفقير المبتلى بالمرض بالبلاء يشعر انه ايش مبتلى ويلجا الى الله، لكن المستغني قلما يتذكر أن نعمة من الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه مستغنيا طغى، لا يلجأ إلى الله عز وجل إلا قليلا. بينما في البلاء في الشدة حتى المشرك يدعو الله مخلصا له الدين، وإذا غشى موج كالظلل دعوا الله مخلصا له الدين، بينما إذا كان في نعمة يشركون بالله عز وجل، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن البلاء يكون بالخير والشر، بالشر والخير، بالنعم والنقم، بالسراء والضراء، بالحسنات والسيئات. فالواجب على المسلم أن يشكر الله على النعم وأن يصبر على النقم. ومن هذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن خاصة، فقال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذاك أحد إلا المؤمن. إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء فصبر فكان خيرا له. وذاك نجد في كتاب الله عز وجل ذكر الله لنا عن سليمان عليه السلام، آتاه الله ملكا عظيما حتى أنه سخر له الريح والجن والشياطين، وعلمه منطق الطير والنمل، شيء عظيم هذه، ومع ذلك شكر الله عز وجل. بينما ابتلى الله أيوب عليه السلام بالبلاء والمرض وموت الأولاد فكان صابرا، نعم العبد إن وجدناه صابرا نعم العبد. فهذا بلاء وهذا بلاء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله بهذا وهذا. ابتلاه الله عز وجل بالفقر، وأخرج من بلده، وقتل من أصحابه من قتل، وشج رأسه وكسرت رباعيته، ومع ذلك أيضا فتح على الله عز وجل عليه، فأقبل الناس عليه أفواجا، وزاد المال، وأغناه الله تبارك تعالى. فالابتلاء، جميع أنواع الابتلاء قد نالت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. نعم.